في البداية التعداد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هل هو فعلا هيكون بداية للحصول على حقوقهم؟ يعني هو يقول لك ايه، خدمات بتساوي ان انا احصاءات، يعني ان انا ابقى عارف الـ العدد بالظبط ايه. طبعا احنا مش هنوصل للحقيقه كامله، بس طبعا يعني بنقرب وكده، فده شيء مهم جدا جدا. وطبعا انا يعني تحيه خاصه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه اطلق على عام 2018 عام ذوي الاعاقه، فالقياده السياسيه نفسها مهتمه بالملف. بلس بقى ان يعني القانون اللي طال انتظاره، قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه اللي احنا اشتغلنا عليه فترات طويلة جدا جدا داخل خلينا طب نقول بقى البرلمان. يعني